يوم 6 أكتوبر طبعاً ده يوم بيعتبر من الأيام التاريخية المشهودة في تاريخ مصر والعسكرية المصرية والعربية والمنطقة بالكامل. زي ما قال السيد الرئيس الراحل الشهيد أنور السادات، ده بيبقى يوم استرداد الأرض والكرامة رغم كل الظروف اللي كانت محيطة وصعوبتها جداً علينا، على الشعب المصري أولاً وعلى قواته المسلحة. الشعب المصري الذي له جذور عميقة في التاريخ والمشهود له دائما بوقوفه خلف قياداته ويؤمن جدا بكرامته وبعزته وبأرضه ولا يسمح بأن تمس أبدا عبر التاريخ. وده واضح جدا في يعني كل ظروف الاستعمارية اللي مرت بها البلاد ولم تتمكن من تغيير أي من هذه المفاهيم أو حركت في هذه الجذور. لغتنا المصرية والعربية هي لم نتمكن من تغييرها، لم نتمكن من التغلب على عاداتنا وتقاليدنا، وبالتالي كان يوم عظيم جداً.